أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. في شهر رمضان وفي اليوم الأخير من شهر رمضان، ينبغي أن يدور الحديث عن الدعاء، عن القرآن، عن الصلاة، عن العبادات. لكن حديثي في هذا اليوم عن البنوك وعن أرصدة البنوك وعن الاعتبارات التي تعطيها البنوك. كم هو رصيدك؟ وكيف تزيد رصيدك؟ وما هي فائدة الأرصدة التي عندك في البنك؟ وما الذي يجب أن تتجنبه فيما يرتبط بأرصدتك؟ الحديث عن البنك وعن رصيدك في البنك. ولكن ليس الحديث عن رصيدك في البنوك الدنيوية، إنما رصيدك في البنك عند الله عز وجل. هنا ثلاث نقاط نمر عليها بسرعة بدون تفاصيل. النقطة الأولى، كلنا نعلم أن الأعمال الصالحة تجعل في أرصدتنا في البنك عند الله عز وجل. ويلاحظ في الأعمال الصالحة الكيف قبل الكم، وللكم قسط من الثمن. ولكن ما هي فائدة وجود هذه الأرصدة المتراكمة إن شاء الله تعالى في البنك عند الله عز وجل؟
أنت في أي شيء تستفيد من رصيدك في البنوك الدنيوية؟ تستفيد لحاجاتك، تستفيد لكمالياتك، تستفيد لحاجات وكماليات أهلك، أولادك، أحفادك، تستفيد لحاجات وكماليات أقربائك، أصدقائك، من حولك، البعيدين. هذه فائدة التراكم في أرصدة البنوك الدنيوية. نفس هذا موجود بالنسبة لأرصدتك عند الله عز وجل. رصيدك عند الله عز وجل ينفعك، يعطيك، يعطيك أشياء في الدنيا، يعطيك أشياء في الآخرة. أعمالك الصالحة لها آثار حسنة في الدنيا لك، ولها آثار حسنة في الآخرة لك. تتوقف عند هذا الحد؟ لا، كلما كان رصيدك أعلى تتمكن أن توصل فوائد إلى من حولك. شخص رصيده أعلى بقليل من حاجاته يتمكن أن يستفيد من هذه الزيادة في أقرب المقربين إليه. شخص عنده فائض أكثر يتمكن أن يستفيد إلى من هو أبعد. من هنا نعرف إحدى جوانب الشفاعة. لماذا بعض الناس عندهم شفاعة في يوم القيامة؟ لأن رصيده يكفي له ولغيره. تتمكن في يوم القيامة إذا كان رصيدك بدرجة معينة أن تدخل الجنة وأن تدخل بعض الناس إلى الجنة. هو رصيده قليل، أنت تكمل قلة رصيده من رصيدك عند الله عز وجل فتشفع. هذا معنى الشفاعة، يعني هذا جانب طبعا من الشفاعة. من هنا نعرف لماذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته عندهم شفاعة مطلقة، شفاعة بدون حدود. هذا الشيء الذي لم يحصل حتى للرسل السابقين. لماذا؟ لأن رصيد النبي صلى الله عليه وآله، طبعا جانب، قلت هذا جانب من الشفاعة، لأن رصيده صلى الله عليه وآله بدرجة من العلو، من الكثرة، من الشمولية، أنه لو أراد أن يدخل كل الخلق إلى الجنة لتمكن. رصيده يكفي صلى الله عليه وآله. صلى على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. هذا الشيء الذي لم يكن إلا لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هناك حديث شريف أن مثل هذا المقام باستثناء المعصومين 14 صلوات الله عليهم، مثل هذا المقام يكون لسيدنا أبي طالب أيضا سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الحديث الشريف عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مقطع من حديثه قال: والذي بعث محمدا بالحق نبيا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فيهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعل ظاهر هذه العبارة الشفاعة المطلقة بدون حدود. هذه النقطة الأولى،
فيما يرتبط بأرصدتنا في بنك الله عز وجل. النقطة الثانية، تطوير نوعية التجارة. كلنا ندرك، التجار يدركون هذا الشيء بصورة أحسن من غيرهم. التعب جزء مما يرقي، يصعد، يرفع رصيدك في البنك. الأهم من هذا نوعية التجارة التي تدخل فيها. ذكر الصلوات على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، الذي أقوله أنا يختلف عن ذكر الصلوات التي يقوله سلمان سلام الله عليه. لماذا يختلف؟ هو نفس الذكر، نفس الكلمات، لا، مستواه، درجته، مكانته في المعرفة وفي عمله أيضا تجعل تجارته أرقى، تجارته أرفع. الفرق بيني وبين سلمان عليه السلام مثل الفرق بين شخص يصرف ساعة من وقته يتاجر بأطنان من الذهب، وشخص آخر يصرف ساعة أيضا من وقته يتاجر بكيلو من الحنطة. ذاك إن ربحت تجارته يربح مئات الآلاف. هي الساعة ساعة، ذاك تعب ساعة، هذا أيضا تعب ساعة، ولكن الفارق أن الشيء الذي تاجر، أن نوعية التجارة تختلف. ذاك يربح مئات الآلاف، هذا يربح نصف دينار. شخص يقول هذا تعب ساعة، ذاك أيضا تعب ساعة. نعم، نوعية التجارة اختلفت. بعضنا يقع في خطأ جدا جدا كبير، وهو أنه يبقى في مستوى داني دائما. يا أخي اصعد، طور نوعية تجارتك، النوعية طورها، المستوى ارفعه. لا، بل بعضنا ينزل، ليس فقط لا يصعد، ينزل. هذا الشيء يحصل، يحصل حتى أقول حتى لبعض الأذكياء منا، حتى لبعض الشخصيات منا ينزل، لأجل بعض الناس الذين هم يعيشون في درجة دانية هذا أيضا ينزل. يا أخي أنت اصعد، ما عليك بهؤلاء، هؤلاء في أي درجة؟ أنا أنزل مستواي مع مستوى أشخاص دون مستواي، هذا غلط. ويعيش في هذه الدوامة، المشكلة هذه. كلمته ساعة بمستواه، ثم انتقل إلى مستواك الطبيعي. كثير منا يعيش في أجواء الملاحدة مثلا، مخه، فكره ينزله إلى مستوى الملاحدة، كل فكره أنه كيف يجيب على الملاحدة. عجيب، أنت هذه الأمور أصبحت لك بديهية، وجود الخالق من أبده البديهيات عندك، هو لا يفهم، حتى لو كان لا يفهم أنت لماذا تنزل إلى هذا المستوى؟ في الدار، في محل العمل، يفكر كيف يجيب على هذا الإشكال له. معنى ذلك أنك فقدت جزءاً، هذا بالتأكيد أقوله، فقدت جزءاً من عقلك وجزءاً من علمك.
عندما ينزل الإنسان بمستوى أشخاص دون المستوى الطبيعي له، عقله ينزل، يفقد بعض علمه. هذه الأمور أصبحت لك بديهية، هو ليس بديهيا عنده، فليكن. هذه الحياة القصيرة، العمر القصير، تصرفه في جواب هذا الملحد، في جواب ذاك النصراني، لأن النصراني لا يعتقد بنبوة النبي. أنا أريد أن أثبت نبوة النبي. نبوة النبي بالنسبة لي شيء بديهي. ارتقي، اصعد. شخص لا يعتقد بإمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، مخ الإنسان يدور يبحث، يتعب نفسه، يجعل شيئا من عمره، شيء ثمين من عمره، ليجيب على إشكالات هؤلاء. عجيب، هو لا يفهم. أنت أيضا يلزم أن تنزل إلى مستوى من لا يفهم. عنده إشكال، أجب على إشكاله ثم ارتقي في مجال رقي. أنت تعتقد أن إمامك صلوات الله وسلامه عليه أحصل الله عز وجل فيه كل شيء بنص القرآن الكريم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أنت تعتقد بهذا العقيدة، هو لا يفهم. لأنه لا يفهم، أنا يلزم أن أنزل إلى مستواه. اكتشاف معاني هذه الآية المباركة، اكتشاف حدود هذه الآية المباركة وأمثالها. أنت اصعد، أنت أستاذ في الجامعة في الحساب في الرياضيات، يكون عندك طفل لا يفهم المعادلة، طفل صغير لا يفهم المعادلة 2+2=4، هذا المعادلة لا يفهمها، معادلة بديهية عندك، ليست بديهية عنده. أنت تدور في هذا هذه الدوامة عنده، تجاوبه كلمة ثم تصعد، تريد أن ترتقي أنت. لا، تبقى أيام وأيام تفكر كيف تجيب هذا الطفل، كيف تفهمه هذه المعادلة التي هي بديهية عندك. معنى ذلك أنك فقدت شيئا من عقلك وعلمك. جاوبه بكلمة ثم ارتقي. مجال الرقي أمامك واسع، أنت لازلت في بداية الطريق، الطريق طويل. تطوير نوعية التجارة، أبقى في مستوى، لا بل أنزل. بعضنا هكذا يعيش. أقول بعض الشخصيات منا، بعض الأذكياء منا، لوجود أجواء معينة حوله ينزل إلى أجوائه، مع أن هذه الأمور بالنسبة إليه بديهية. البديهي اتركه، هذا بديهي، هو لا يفهم البديهي فليكن. لا أقول لا تأخذ بيد غيرك، خذ بيد غيرك، ولكن لا يكن ذلك على حساب تجارتك، على حساب ربحك عند الله عز وجل. إذا بقي مستواك إلى هذا المستوى، تجارتك تبقى في هذه الدائرة، أرباحك تكون في هذه الدائرة، الفارق يصير بيني وبين سلمان سلام الله عليه، أبقى في هذا المستوى. سلمان ارتقى، سلمان أيضا كان يعيش في أجواء سيئة، ما بقي عند أجوائه. النقطة الثانية، تطوير نوعية التجارة. لا زال العمر أمامنا باقياً 100 سنة، الإنسان يستفيد من عمره، يرتقي. النقطة الثالثة، وما أعظمها من نقطة، أنت مؤمن تربح بعض الأرباح، ربح مثل سلمان سلام الله عليه، أو ربح مثلي، بالنتيجة يوجد ربح بتجارة أطنان من الذهب أو بتجارة كيلو من الحنطة، فيه فائدة، فيه ربح. مشكلتنا الكبرى أين؟ عندما يأتي شخص يسرق من رصيدي. يوجد سراق يسرقون أرصدتنا عند الله عز وجل؟ نعم، سراق، أحدهم الشيطان. تجمع رصيدك، يرتقي، يصعد، ولو قليلا قليلا، إن شاء الله كثيرا كثيرا، ولكن بالنتيجة مؤمن، يعمل بعض الأعمال الصالحة،
الرصيد يرتقي يرفع يرتفع. مرة واحدة يأتي الشيطان يسرق قطعة من هذا الرصيد. المشكلة هنا، انتبه، الخطر الأكبر هنا، انتبه لا يسرق منك أحد شيئا. هذا الذي سأله المولى أمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليهما وآلهما في الخطبة التي خطبها على أبواب شهر رمضان، الإمام سأل عن أفضل الأعمال في هذا الشهر، يعني في أفضل شهر، أفضل الأعمال في أفضل شهر، فقال صلى الله عليه وآله: الورع عن محارم الله. انتبه لا يسرق من رصيدك شيء. الورع عن محارم الله يعني ماذا؟ يعني انتباه حتى لا أسرق، الرصيد يرتفع، لا تخف، أنت مؤمن الحمد لله، عندك بعض الربح ولو قليلا إن شاء الله كثيرا. الورع عن محارم الله يعني ماذا؟ الأعمال المحرمة تقطع. كم تقطع؟ الله العالم. الأعمال السيئة أيضا أشكال، العياذ بالله تعالى. في دعاء الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام لولده مقطع من الدعاء عن الشيطان، عن الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان. في مقطع نقرأ هذه العبارة: اللهم فقهر سلطانه، سلطان الشيطان، اللهم فقهر سلطانه عنا بسلطانك حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك. أكثر الدعاء، الخطاب، النداء لك: إلهي أنقذني، إلهي احفظني، رصيدي لا أخسر منه شيئا، اللهم فقهر سلطانه عنا بسلطانك حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك، فنصبح من كيده في المعصومين بك، في المعصومين بك. الإنسان لا يخسر. هذا وهذا وهذا، اللسان، الفكر، القلب. أنا أعلم أنه ليس من السهل لشخص تعود على أن يكون لسانه منفلتا، تعود على أن يكون فكره منفلتا، تعود على أن يكون قلبه منفلتا، يريد أن يضبط قلبه، يريد أن يضبط فكره، يريد أن يضبط لسانه، ليس سهلا أعرف. المشكلة أين؟ المشكلة التعود السيء طبعا، لأن الشخص تعود على انفلات لسانه، الآن يريد أن يضبط هذا الشيء المنفلت، ليس سهلا أعرف. ولكن لابد من صنعة، وإن طال السفر. أنا أجمع مرة واحدة أخسر. كل إنسان تاجر يفكر أول شيء يسد المخارج الخطرة حتى يجتمع هنا في الرصيد شيء. صعب صعب الصعب. التجار ماذا يصنعون؟ لا يلاقون صعوبات، يلاقون صعوبات في سد الثغرات التي منها تخرج الأموال من دون حساب. يلزم أنا أسد الثغرات. أنا هذه المصادر الثلاثة. المشكلة ضبط اللسان صعب. أنا متعود أي شيء يخطر ببالي أقوله، لا أضبط فكري، فكري يشرق يغرب في الصلاة في غير الصلاة، أحيانا محرمات والعياذ بالله، أحيانا محرمات أو أحيانا تجر الإنسان إلى محرمات. وهذا القلب،
الآية المباركة التي توجت بها الحديث، وفي مقابلها آية أخرى، آيتان عجيبتان، إحداهما فيها بشارة أعلى مما يتصوره الإنسان، والأخرى فيها إنذار أعلى مما يتصوره الإنسان. هي الآية تقول، أما الآية الخطرة المنذرة العياذ بالله تعالى، الله عز وجل يقول بالنسبة إلى الظالمين ليس بالنسبة للمؤمنين، يقول وبدا في يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما كان حتى في حسبانهم. هو يعلم أنه من أهل جهنم، هذا شيء في حسبانه، لا، سيرى شيئا ما كان في حسبانه أصلا، العياذ بالله تعالى، يعني ما خطر عليه فكر البشر. ما الذي يتصوره الإنسان من جهنم، من عذاب جهنم؟ لا، سيرى شيئا أعظم، العياذ بالله تعالى. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، الآية العجيبة في الإنذار في المقابل، الآية التي توجنا بها الحديث للمؤمنين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، الفكر لا يصل إلى الشيء الذي أخفي لك، فكر البشر لا يصل إلى هذا الشيء. ما الذي أخفي لك؟ أخفي لك شيء ما وصل إليه فكر بشر. فلا تعلم نفس، أي نفس، أي شخص لا يعرف ما أخفي لهم من قرة أعين. سد طريق خروج أموال من رصيدك، عندك شيء عظيم عند الله، مفاجأة، أخفي لهم يعني مفاجأة، عندك مفاجآت ما وصل. ذهن البشر جدا قوي، تعلم أنا الآن بذهني خلال نصف ثانية أنتقل إلى مليارات مليارات الكيلومترات، الفكر عجيب. الآن أتصور أبعد المجرات، أتمكن أن أتصور. لا، في يوم القيامة يوجد للمؤمن شيء البشر ما تصوره، هذا معنى الآية. فلا تعلم نفس ما لا تعلم نفس، لا يوجد شخص يعلم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إخواني، اسكتوا قليلا، الآن نسمع صوت، صوت من لا أعلم، ولكن أعلم من نقل هذا الصوت إلينا. الذي نقل هذا الصوت إلينا هو المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال صلوات الله عليه: اعلموا عباد الله أن أدنى ما للصائمين والصائمات أن يناديهم ملك في آخر يوم من شهر رمضان. الآن يناديكم، ينادينا ملك، الآن يوجد صوت لا نسمعه بآذاننا، نسمعه بقلوبنا، نسمعه بما نقل لنا المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول هذا الملك في هذه الساعة، في هذا اليوم؟ يقول: أبشروا عباد الله، فقد غفر لكم ما سلف من ذنوبكم، فانظروا كيف تكونون فيما تستقبلون.
الثغرة سدت إن شاء الله، الذنوب غفرت، ابدأ من جديد. فانظروا كيف تكونون فيما تستقبلون أو فيما تستأنفون. اللهم أد عنا حق ما مضى من شهر رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيه، وتسلمه منا مقبولا، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.